السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة للإخراج الزكاة يا شيخ بعد إذن حضرتك. نعم. أنا دلوقتي لما يكون عليها الحول لازم أطلعها فورا ولا أطلعها على مدار العام؟ لا طلعها فورا إذا معاكي والفقير موجود. طب لو هي مبلغ كبير وهو مش يعني مش جاهز معايا، فأنا مثلا بطلعها كل شهر زي شهريات كده. خلاها مقدما أما مؤخرا لا. طب وانا احسبها مقدما او مؤخرا ازاي وانا يعني مش فاهمها بصراحه؟ يعني الان انت اختي الكريمه هل بتاخر نفسك عن الاكل يوم من الايام؟ لا. خلاص لماذا تاخرين الزكاه وهي موجوده اصلا؟ اموالها موجوده عندك، لو لم يكن عندك اموال ما عليك زكاه. طب